نعم. فضيلة الشيخ، كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وصف الإنسان بأنه خليفة لله في أرضه، بأنه خليفة لله في أرضه. نعم. ويستدلون بقول الله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، وقول الله سبحانه وتعالى لداود، ويفرقون بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فما هو الصحيح في هذا الشيء؟ الصحيح بارك الله فيك أنه إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وهو المتصرف فيهم ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل. وأن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله، خليفة الله يعني معناه منفذ لأمر الله في عباد الله، فهذا لا بأس به. وقد ذكر الله عدة آيات تدل على هذا المعنى، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، وما أشبه ذلك. فالخليفة إذا فهم منها أن الإنسان وكيل على الله وأن الله عز وجل أسند الأمر إليه فهذا لا يجوز. وإن يريد بذلك أنه يريد خليفة أي منفذ لشريعة الله في أرض الله فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. إيه يطلق عليه أنه خليفة الله بالمعنى الذي ذكرت. نعم.